ذا في مرحلة فبراير هناك شخوص خرجت علينا نعم. يعني زعمات تريد الإصلاح في حقيقة وزعمات تبيع الكلام ماشي. كيف كانت ردة فعل الناس مع هؤلاء وهؤلاء؟ بنعطيك مثال ثاني حتى فكر فيها ما تاخذهاش هيك. محمود جبريل وغيره راو كلهم اللي كانوا في المجلس الانتقالي موجود الفيديوهات تغر لو في وقت راو عرضناها مرة ثانية. محمود جبريل قال أني معاش نبي أي منصب وخلوا الشباب هم اللي يتمكنوا الآن من السلطة ومن الحكم، الشباب المحروم هذا هو هيك قال. أول ما بدت انتخابات المؤتمر الوطني دار لكم صورة كبيرة تتذكروا فيها وقال لكم الصورة هذه فيها التنمية المستدامة وفيها كل خير. حصلت أنت تنمية مستدامة؟ حصلت حاجة؟ لقيت على شيء هيك مجرد دار للدعاية وكان يزاحم في رئاسة الوزراء مع مصطفى أبو شقور هون في الفترة هذيك. فكر في هذه حتى. فإذا فكر أريدك تفكر أنا ما تخليش الأمور تمشي. علي زيدان فترة الحكم متاع أقل شيء 70 مليار اختفوا بها يا أخي. اسأل نفسك علي زيدان مقدم عليه وزارة يبي سفير ألمانيا تو بها كيف تبي أنت بلادنا تنهض إذا كان هذا اللي في عهده ومش نقول سرقهم هو بس في زمنه هو 70 مليار اختفت بها يحاسب يا أخي قالوا خليه يخدم يا دكتور بدل ما تضرب سهامك في علي سباعي اللي مسكين والله ماخذينا درهم لتو باهي ولا درنا حاجه برا فتش حساباتي وبرا فتش اموري ما تلقى شيء ولا الصادق الغرياني ولا فلان اللي تسب فيهم الليل والنهار ما عندهم حسابات برا ولا مزارع ولا عندهم شيء قاعدين هم اللي يقولوا لك فيه من اول يوم لتو قاعدين يقولوا لك فيه هو انا ما درت لك شيء تو كان قالوا لك عندي 70 مليار والله المفروض ما تخليني من قدام حوشي تشدني وتحطني في السجن وتحاكمني هذا 70 مليار واخذهم من قوتك انت اللي المفروض تعيش احسن عيشه واخذها يا دكتور مشكله بس برا انت الان شغل عقلك دقيقه فكر فيه قول له 70 مليار ومشته يا تفضل سئل في مؤتمر صحفي يعني 70 مليار قال اطلعوا للشوارع وشوفوا الانجازات انا سمعتها وذكرت لي والله نسيت الان يعني هو من المؤسف يا دكتور يقول اخرجوا الى الشوارع هو من المؤسف يا دكتور أن يعرف هو أنه لم يقول هذه الكلمة سيجد من يصدق الناس تصدق لما يقولهم أني طواني لما يقولهم هذه التنمية المستدامة والكذا الناس تراجي تزمان والله قسما بالله ويدرك هذه الكلمة القذافي يطلع على رأس السنة يقول بنعطي الليبيين 10,000 دولار يقعد يناقشوا فيها في المؤتمرات وفي الأشياء سنة كاملة بعدين يطلع مرة ثانية يقول خلوها 5,000 دولار نعطيكم 5,000 دولار يقعد يناقشوا فيها سنة أنا إلى عهد قريب كنت نتفرج من برا كيف بنقسم النفط على الليبيين يقعدوا يتناقشوا فيها 3 سنين جاكم النفط يا الليبيين من القذافي أعطاكم 10,000 دولار مجرد كلام وهذا الآن اللي يخرجوا في الإعلام نفس القضية دكتور لا الوقت بدأ يدهم لا قضية مهمة